اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي ميسات نيوز، الى حضراتكم نشرتنا الاخباريه ونبداها معكم باهم العناوين. اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ترجئ اعلان نتيجه جوله الاعاده الى يومي السبت او الاحد المقبلين لمواصله نظر الطعون. عمال المطابع الأميرية يقطعون طريق الكورنيش بإمبابة احتجاجا على اتهامهم بتزوير بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. أرجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة جولة الإعادة إلى يومي السبت أو الأحد المقبلين، حيث تواصل اللجنة اليوم نظر الطعون التي تقدم بها حملة المرشحين الرئاسيين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. وأكدت اللجنة أن تأجيل إعلان النتائج لا يعني قبول أو رفض أي من طعون المرشحين. وأضافت الطعون تركزت على وجود بطاقات بالصناديق عددها مخالف لعدد الحاضرين، وتصويت بعض المتوفين وتكرار تصويت ناخبين. ومن جانبه أعلن الأمين العام للجنة العليا حاتم بجاتو أن حملة مرسي تقدمت ب 220 طعنا، وحملة شفيق ب 190 طعنا. وشدد بجاتو أن اللجنة لا تقبل تهديدا من أحد، ولا تحكم إلا بصحيح القانون، ولا تخشى إلا الله. وفي سياق متصل، وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء النتائج المعلنة حتى الآن حول جولة الإعادة بالانتخابات بأنها اجتهادات من البعض قد تكون صحيحة أو خاطئة، وأكد أن النتائج الرسمية والنهائية لتحديد اسم المرشح الفائز هي النتائج الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أنه سيتم إعلانها عقب نظر كل الطعون. هذا وقد تبرأ الزند من حركة قضاء من أجل مصر التي سبق وأعلنت نتائج لجولة الإعادة، وأكد أنه سيتم كافة الإجراءات القانونية لمحاسبتها، مشددا على أنها لا تعد ممثلا عن القضاء. ومن ناحية أخرى، قام عمال المطابع الأميرية اليوم بالتظاهر أمام مبنى الهيئة بإمبابة وقطعوا طريق كورنيش النيل في الاتجاهين، مما أدى إلى توقف حركة المرور احتجاجا على اتهامهم بتزوير بطاقات التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة. وقال أحد العمال المتظاهرين أنهم قاموا بقطع الطريق احتجاجا على التحقيق مع زملائهم كمتهمين، وأضاف أنه يتواجد أكثر من 3 أشخاص من الأمن أمام الطبلية الخاضعة بالطبع، كما يتم لف الغلاف فور طبعه. واستنكر العامل اتهام المطابع الأميرية بالتزوير رغم قيامها بطبع 25 مليون بطاقة اقتراع فقط تمثل النصف، في حين قامت مطابع الشرطة بطباعة النصف الآخر. أكد مصدر مسؤول بمستشفى المعادي العسكري أنه سيتم إعداد تقرير تفصيلي بالحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك، وسيتم إذاعته بوسائل الإعلام. هذا وقد أفادت مصادر من داخل المستشفى العسكري أن حالة مبارك تحسنت بشكل ملحوظ، إلا أنها لا زالت خطيرة، وأن هناك مجموعة أطباء من المركز الطبي العالمي حضروا لإسعافه. كما أرجع يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك سبب تدهور صحة الرئيس السابق إلى الوضع الطبي السيء في مستشفى سجن ترى، وجدد مطالبته بالإفراج الصحي العاجل عن مبارك وفقا للقانون نظرا لظروفه الصحية المتدهورة. تظاهر المئات بميدان التحرير صباح اليوم احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، مطالبين بسرعة تسليم السلطة للرئيس المنتخب، مستنكرين تأجيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة جولة الإعادة. وكان عدد من القوى السياسية قد أعلنوا اعتصاما مفتوحا بالميدان، مطالبين بعودة البرلمان وإلغاء قرار الضبطية القضائية للشرطة العسكرية واستمرار اللجنة التأسيسية للدستور. وفي سياق متصل، قال الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب المنحل إن قادة الجيش وضعوا قواعد سياسية تبقيهم في السلطة لسنوات،
ولكن جماعة الإخوان المسلمين لن ترد بالطريقة التي أوقعت الجزائر في حرب أهلية. وأضاف أنهم يناضلون قانونياً عبر المؤسسات القانونية وشعبياً عبر الضغط الشعبي في الميدان. قام وفد ممثل لبعض الأحزاب السياسية بزيارة إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، وشدد الوفد على احترام أحكام القضاء فيما يتعلق بحكم حل مجلس الشعب ومستقبل تسليم السلطة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن الوفد المصري جاء بناء على دعوة من مركز وودرن ويلسون للقاء مجموعة من المسؤولين بالكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية، وأشارت إلى أن الزيارة كانت مخططة من قبل الأحداث التي وقعت في مصر الأسبوع الماضي. وأوضحت نولاند أن الجزء الأكبر من اجتماعات الوفد يتركز على الانتقال إلى الحكم المدني مصر وحماية حقوق الإنسان. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي لمؤشرات الأربعة وسط حالة من الترقب لإعلان نتائج جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة. وعلى صعيد المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.87%. فيما تراجع مؤشر الشركات الصغرى والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.95%. وتراجع مؤشر EGX20 بنسبة 1.79%. وسجل مؤشر EGX100 تراجعاً بنسبة 1.47%. تواصلت أعمال العنف في سوريا اليوم، حيث شن الجيش النظامي قصفاً عنيفاً على مدينة إنخل بمحافظة درعا وإحياء بمحافظة حمص، مما أسفر عن مقتل 61 شخصاً. يأتي هذا غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعداد فرق الإغاثة التابعة لها للدخول إلى حمص، وذلك لإجلاء المصابين والمدنيين المحاصرين وسط القتال المستمر منذ 10 أيام بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة. ومن ناحية أخرى، أكد مصدر في المجلس الوطني السوري المعارض اليوم انشقاق أول طائرة حربية سورية وهبوطها في مطار المفرق الأردني، فيما أعلن التلفزيون السوري فقط الاتصال مع الطائرة أثناء مهمة تدريبية. أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن دعوات السعودية وقطر إلى التدخل الأجنبي في سوريا وتسليح المعارضة لا تعكس موقف الجامعة العربية. وأشار بن حلي في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية إلى أن المجتمع الدولي لا ينظر في إمكانية تكرار السيناريو الليبي في سوريا. وطالب بن حلي روسيا بالتوقف عن تزويد النظام السوري بالأسلحة، مشيرا إلى أهمية الدور الإيراني في المفاوضات حول سوريا، خاصة في اللقاء الدولي الذي سيعقد بجنيف نهاية الشهر الجاري. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التزامها بالتهدئة مع إسرائيل استجابة لجهود الوساطة المصرية، وذلك بعد موجة تصعيد سقط خلالها 9 قتلى فلسطينيين بقطاع غزة منذ الاثنين الماضي. وقالت الكتائب في بيان صادر عنها أمس أنها استجابت إلى الجهود المصرية المقدرة في محاولة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وأعلنت التزامها وكافة فصائل المقاومة بالتهدئة مع الجانب الإسرائيلي. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل استمر لليوم الرابع على التوالي، رغم إعلان حركة حماس التزامها مجددا بالتهدئة. أعلنت السلطات الأسترالية اليوم غرق سفينة قبالة سواحل جزيرة كريسمس وعلى متنها نحو 200 مهاجر، وأكد متحدث باسم الهيئة الأسترالية للأمن البحري وجود ناجين بين ركاب السفينة. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد عدد الناجين، مشيرا إلى أن طائرة و3 سفن تجارية ومركبين تابعين للسلاح البحري الإسرائيلي توجهت جميعاً إلى مكان الحادث.
ومن أنبائنا الرياضية، يؤدي المنتخب الأولمبي اليوم أولى تدريباته بمدينة جدة بالسعودية في إطار المشاركة في دورة كأس العرب التي تقاوم خلال الفترة من 22 من يونيو الجاري وحتى 6 من يوليو المقبل. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السوداني الأحد المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم السودان والعراق ولبنان. ويواجه المنتخب الوطني نظيره السوداني في 24 من الشهر الجاري، ثم يلتقي المنتخب العراقي في 27 من الشهر ذاته، كما سيواجه المنتخب اللبناني في 30 من نفس الشهر. مشاهدينا الكرام، وبأنبائنا الرياضية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا وإلى اللقاء.